محاولة سعودية جديدة للسيطرة العسكرية على منفذ شحن وتصعيد متبادل بين أبناء وقبائل المهرة يقابله تحرك قوات سعودية. ما هي مخاطر لجوء السعودية للعنف؟ وهل سينجح أبناء المهرة في الوقوف ضد الأطماع السعودية؟ أهلا بكم. فرضت السعودية إجراءات عطلت حركة التجارة ومنعت دخول البضائع في منفذ شحن بالمهرة، واحدة من خطوات كثيرة سعت من خلالها القوات السعودية للتضييق على المناوئين لوجودها في المهرة، مما خلق حالة من الاستياء والسخط لدى المواطنين، حيث أن هذه الممارسات والتصرفات تمس مصالحهم المعيشية والوضع الاقتصادي بالمحافظة، غير أن قبائل المهرة لا تزال تقف جدر صد في وجه الممارسات السعودية في محافظتهم، معلنين الدفاع عن أرضهم وكرامتهم. هذا وقد استنكرت لجنة الاحتجاج السلمي في مديرية شحن بمحافظة المهرة ما تقوم به القوات السعودية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، واعتبرتها تعسفية بحق اليابانيين، كما دانت ما يقوم به صندوق الإعمار السعودي من استحداثات في المنفذ بدعوى تأهيله، وسنكرت صمت الحكومة اليمنية الشرعية تجاه هذه الانتهاكات. فليسمعها كل العالم، فليسمعها كل العالم، مهري بأرض ليس هم. ما لم تقله الشرعية في الرياض قاله أبناء المهرة، أصحاب الأرض ضد الوجود السعودي الذي ليس له ما يبرره سوى أطماع تقفز على هدف الحرب وسيادة البلاد. لم تتوقف المحاولات السعودية في السيطرة على البوابة الشرقية للبلاد. مؤخرا تشهد المحافظة تصعيدا سعوديا في إطار المساعي للسيطرة على منفذ شحن بين اليمن وعمان، وتم استخدام قوات سعودية من عاصمة المحافظة بهدف اقتحام المنفذ، ما تسبب بإعاقة الحركة التجارية ومنع عبور البضائع. هذا التصعيد أثار حالة من الاستياء في المحافظة، وأعلنت الفعاليات الاجتماعية المهرية رفضها لهذه التصرفات. وبحسب بيان صادر عن لجنة الاعتصام، فقد طالب وزير الداخلية الجانب السعودي بوقف التحركات العسكرية في المهرة، كون منفذ شحن يقع تحت إدارة قوات يمنية تشرف على حمايته ومراقبته ويعمل وفق القوانين واللوائح. لم يكن شحن والمهرة بعمومها إلا واحدة من تجليات انحراف أهداف التحالف التي لم يعد لها من شعار دعم الشرعية سوى الاسم، بعد تحولها إلى سباق استحواذ وسيطرة من قبل دول التحالف. وفي إطار مساعيها لقمع الرفض الشعبي، عمدت السعودية إلى السيطرة على مطار المحافظة ومنع الاصطياد في السواحل، فيما لم تتوقف مساعيها للسيطرة على المنفذ البري إلى سلطنة عمان المجاورة في محاولة لخنق المجتمع المحلي اقتصاديا. تحتفظ السعودية بالرئيس اليمني لديها لتضمن من خلاله تيسير مهمة الاستيلاء على ما أبقته ميليشيات الحوثي وتلك التابعة لأبو ظبي، وتبدو مصممة على الحصول على المهرة رغم كل الرفض الشعبي الذي قوبلت به في المحافظة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. القوات السعودية في المهرة تقوم بإعاقة الحركة التجارية في منفذ شحن وتحاول السيطرة عليه وفرض قواتها أيضا، ما هو سبب هذا التصعيد برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. الجميع يدرك بأن المملكة العربية السعودية لها أطماع في السيطرة على هذه المحافظة، وكثير من التقارير أوردت هذه الأطماع سواء بمد أنبوب أو بقضم المحافظة بكاملها، مستغلة الأوضاع الهشة الموجودة في اليمن وحاجة الشرعية الماسة لها. وفي هذا الظرف الحرج الآن هي تصعد في الوقت الذي تخوض فيه الشرعية معارك ضروسة لاسترداد ما فقدته في نهم والجوف، وهي أيضا تمرر أجندتها هناك، وكأن المملكة العربية السعودية والإمارات يعني تتخادم مع الحوثي أيضا لتمرير أجندتها في هذه المحافظة، لأن نشهد أن يعني منحنى التوتر والتصعيد في المناطق المحررة يعني نجده يزداد ويرتفع كلما كان هناك أزمات يعني مع الحركة الحوثية في الشمال. هذا من جانب. الجانب الآخر، أعتقد أنه المملكة العربية السعودية تريد أيضا خنق المحافظة، هذه المحافظة وأبناء المحافظة، يعني النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة الممثل أيضا من القبائل وأيضا الأحزاب وكل الأبناء المحافظة
مهرة منذ أن تكشفت هذه الأطماع السعودية، وهم يصعدون أيضا في وجه المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك اعتصامات مستمرة ترفض هذه الأجندات، وهذا أعتقد هو الذي أعاق هذه الجهود الرامية إلى قضم هذه المحافظة. الأمر الآخر يعني أعتقد أنه له ارتباط أيضا ب يعني محاولات ايضا خنق اليمن واكمال الصيد الحصار ضرب الحصار على اليمن، لان هذا المنفذ هو مهم ايضا لليمنيين كونه يعني يعتبر من المنافذ القليله والرئه الوحيده التي يتنفس عبرها اليمنيين بعد ما اغلق التحالف كامل المطارات والمنافذ الاخرى، وبالتالي هذه خطوه تصعيديه خطيره من قبل المملكه العربيه السعوديه لاغلاق هذا المنفذ وضرب الحصار على اليمن وخنق ايضا الحركه الاقتصادية والتأثير على معنويات السوق أبناء هذه المحافظة الذين يصعدون أمام المملكة العربية السعودية. نعم، هناك من يعلل ما يحدث رغم أن منفذ شاحن هو منفذ سيادي ومؤسسة سيادية يمنية وأحد المنافذ المهمة للبلد، هناك من يعلل بأن منفذ شاحن يعد واحد من المنافذ التي يتم تهريب السلاح للحوثي فيها، وبالتالي تجد السعودية يعني مبرراتها حول ذلك، كيف تعلق؟ في الحقيقة هذه المبررات لا أساس لها، وهي أسطوانة مشروخة يعني روجت لها وسوقت لها المملكة العربية السعودية قبل أن تتكشف نوايا وأطماع المملكة العربية السعودية والإمارات في السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية سواء سقطرى أو المهرة من قبل، والتقاسم بينهما في تقاسم النفوذ في المحافظات المحررة. لكن الآن أصبح يعني واضح ومدرك لدى الشارع اليمني كله ليس فقط في المهرة أن هناك أطماع سعودية وهناك مساعي سعودية وهناك أيضا قواعد كبيرة للمملكة العربية السعودية ووحدات عسكرية هائلة في هذه المحافظة وباتريوت وأسلحة ثقيلة ودبابات ومدرعات بهدف أيضا قلنا يعني ترتبط أيضا بهذه الأجندات ولا علاقة لها بتهريب الأسلحة. لو كان هذه الاتهامات صحيحة لفعلت أيضا جهاز الدولة، هناك يعني أجهزة الدولة موجودة من الأمن والشرطة وأيضا السلطة المحلية، كان بإمكان المملكة العربية السعودية أن تفعل هذه الوحدات بشكل يعني يؤهلها ايضا للقيام بدورها وواجبها في هذه في تلك المحافظه، لكنها تجاوزت هذه الاجهزه وبدات ايضا تطل براسها وبهذه الوحدات التي لا مبرر لوجودها، خاصه انه لا يوجد ارهاب ولا حوثيين وبعيده كل البعد عن ايضا مسرح العمليات. بالتالي الشكوك الان لم تعد شكوك بل هي يعني الان يعني اصبحت يعني حقيقه وظاهره لدى كل اليمنيين، وتداولها يعني كل الصحف الان بان المملكه العربية السعودية تريد، وأيضا هناك تسريبات كثيرة جدا من خلال كثير من التقارير التي يعني تكشف تماما نوال المملكة العربية السعودية سواء من خلال مد الأنبوب أو الاتفاقيات قصدي التوجيهات السعودية كما حصل أيضا في كثير من التوثيقات التي أرادت يعني قضم هذه المحافظة، بمعنى أن هناك يعني وقائع على الأرض تشي بأن المملكة العربية السعودية تريد احتلال هذه المحافظة، ولهذا أبناء هذه المحافظة يصعدون بشكل كبير في وجه المملكة العربية السعودية لأنهم يشعرون بخطورة الأجندات السعودية على هذه المحافظة. بالنسبة للأسلحة هناك ممرات كثيرة، أعتقد أن الإمارات تلعب دور بارز في نقل هذه الأسلحة للحوثيين، والمملكة العربية السعودية تعرف هذا الكلام، وهناك كثير من الشحنات التي يعني تم السيطرة عليها من قبل أيضا الشرعية وهي أيضا تمر عبر أيضا الإمارات إلى الحوثيين. بالتالي اعتقد ان هذه اسطوانه يعني لا علاقه لها بالتواجد السعودي هناك وبالاطماع السعوديه. الامر الاخر هناك الحديده ايضا يعني منطقه ايضا تمر عبرها ايضا الاسلحه الايرانيه، فهناك مناطق كثيره جدا وعملاء كثر ايضا يتخادمون مع الحوثي تحت اشراف الامارات. هذه المبررات لا اساس لها، هذه المبررات فقط تعكس يعني نوايا خطره للمملكه العربيه السعوديه، وايضا الوقائع على الارض قلنا والامكانات الهائله التي موجوده في هذه المحافظه من قبل القوات العسكريه السعوديه تؤكد بان النوايا السعوديه هو احتلال لهذه المحافظه منذ اول مستغل الوضع الهش ومستغل هشاشة السلطة الشرعية في المحافظة. سنتحدث عن دور الشرعية، ولكن أول وجود السعودي على أرض المهرة وقف أبناء وقبائل المهرة ضد هذا الوجود، ربما أصدروا بيان يعني اليوم لهم رفضوا فيه ما أسموه بممارسات السعودية أو الاحتلال السعودي. هل ترى أن المعتصمين يمكن أن يقلبوا المعادلة على السعودية في المهرة؟
في الحقيقة هم نجحوا في محطات كثيرة إفشال المخططات السعودية، وكانوا لها بالمرصاد. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تخشى من هذا من البعد الشعبي، لأنها في الحقيقة يعني لا تعير الشرعية ولا تكترث بدورها، لأنها في الإقامة القبرية، وبالتالي هي لا تخرج أيضا ولا تجرؤ أيضا على مجابهات المملكة العربية السعودية، ولا حتى الإدلاء بتصريح يناقض أيضا المملكة العربية السعودية، ورأينا ذلك في محطات كثيرة. لكن الذي يعني يواجه المملكة العربية السعودية هي هذه الانتفاضة الكبيرة داخل هذه المحافظة، وهذا الاصطفاف الجماهيري الواسع داخل المهرة، وسقطرى على ايضا في وجه الامارات. اعتقد انه استطاعت ان تفشل الاجندات السعودية، خاصة وان هذا الزخم الشعبي الان يكتسب ايضا الان نمط جديد من التأييد من خلال ايضا الوزراء الجدد الان الذين انضموا ايضا مع هذه التظاهرة، ممثلين بالميسري والجبوري، والذين اصطفوا تماما الى جانب إرادة الشعب المهري، الى جانب ايضا الدعم من قبل دولة عمر التي ترفض تماما السيطرة على هذه المحافظة وحصارها، وايضا يعني لانها تعتبر هذه المحافظة من ضمن الامن القومي ايضا لمحافظة عمان، وترفض ايضا الاجندات السعودية الاماراتية التي تهدف ايضا من ضمن يعني قصدي ما تريده ايضا حصار عمان في هذا الجانب الثغر المهم ايضا والمنفذ الحدودي مع سلطنة عمان. اعتقد انه الآن أيضا ما يساعد هذه المظاهرات أنها أيضا تصعد وتكتسب قوة إضافية ضعف المملكة العربية السعودية فيما يتعلق أيضا بإسقاط الانقلاب وانكشافها أيضا على في إذن يتعلق عند موقف المتظاهرين والمعتصمين. ينضم معنا رئيس اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة سيد عامر كلاشات من المهرة. مساء الخير أستاذ عامر. مساء النور، حياكم الله. اهلا بك استاذ عامر، اود ان توضح لنا او تضعنا في صوره التطورات الاخيره المتعلقه بتصعيد السعوديه في منفذ شاهين. اولا ارحب بكم ومشاهديكم وضيوفكم الكرام. الحقيقه الوضع في محطه المهره وتواجد القوات السعوديه بكثره بكثافة منذ أن وضعت رجلها أو قواتها على محطة المهرة توحي بأنها قوات احتلالية. احتلت المطار واحتلت المواني واحتلت، والآن تسعى إلى احتلال المنافذ وبناء كثير من المعسكرات على الشريط الساحلي وبناء ميليشيات خاصة بها. هذا كله ولد الضعف لدى المواطنين ولدى جماهيرنا، لأن السعودية أصبحت الآن تتدخل حتى في شؤون المنافذ من حيث التدخل في تصريحات البضائع ومنع، وكذلك أيضا المسافرين القادمين والتدخل في جوازاتهم. هذا جوازه عليها أن يجدد جوازه، وهذا وحتى بالرغم من الجوازات لا زالت فيها صلاحيات، لكن هي تريدها من تدري من فين. على كل حال هذه الانتهاكات التي تقوم بها السعوديه قد وصلت الى ذروه كبيره، ووصلت الى حد انه التدخل في حياه الناس اليوميه، في معيشتهم، في اقتصادهم. اذا كان هو الهدف وما يحججون به لهم ولغيرهم انه مراقبه الاسلحه ومراقبه دخول السلاح ولا كما يزعمون المخدرات، طوال فتره من 4 سنوات من تواجدهم ولا قضيه حتى الان ارصدوها في هذا الجانب، انما يعيقوا حياه الناس ومعاملات الناس. فالمساله استفحلت وازدادت وولد الضعف. الان بالنسبه للناس إلى حد أنه تحييد أجهزة السلطة الدولة العاملة المكتملة في النقد البرية بما فيها الاستخبارات بما فيها الأمن بما فيها الجوازات، يريدون يحلوا محلها وأن يسيطروا سيطرة كاملة. لماذا برأيك أستاذ عامر يعني ما الذي تريده السعودية بالضبط من منفذ شحن بشكل خاص ومن المهرة بشكل عام؟
المهارات بشكل العام، فيلم الذي اذاعت بثت في الجزيره قبل ايام، ان السعوديه عندها انواع المبيته سيطرة على محطة المهرة سيطرة تامة، وتمرير أنبوبها النفطي إلى البحر العربي، وتسعى من خلال السيطرة والإغلاق على محطة المهرة، تعتبرها هذه المسألة وكأنها تحضير لإنجاز هذه المهمة. نحن كما قلنا مهمتنا سلمية ونرفع شعار السلمية، والتي أيضا وصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عليه، إلى حياتنا اليومية، إلى عملنا اليومي، إلى مهامنا. نحن لم نتدخل أو نعارض السعودية إذا كانت مهمتها مهمة التحالف، لن نعارض السلطة المحلية في تنفيذ مهامها والشرعية. نحن مع الشرعية، تجدنا نحن دائما مع الشرعية، والكثير من الوزراء والشرعية أجهزة الشرعية هي تعرف أن نحن أهدافنا وطنية نبيلة، لا نرضى بالاستعمار ولا نرضى بالاحتلال، ونريد أن تكون محافظتنا حرة، نعم، وحياتنا حرة، لا حد يعكرها ولا حد يتحكم فيها، ولن نسكت على هذا الكلام. نحن الحقيقة نشوف أن السلطة الشرعية وكنا لا يعنيها شيء في الأمر، قد يكون لها ما يبررها بسبب أنها في موقف لا يمكنها من معالجة الوضع أو متابعة الوضع، لكن أيضا حتى بالكلام فهناك وزراء وأعضاء مجلس النواب يؤيدون هذه المواقف الاحتجاجية ضد القوات السعودية وتعبثها بحياة الناس، لأنها ليس من مهامها. نعم أستاذ عامر، يعني ذكرتم في بيانكم أن الميسري تجاوب معكم، ما الذي يمكن أن يقدمه الميسري وهو خارج البلد ومحارب من السعودية بالذات؟ على الأقل لأنه رئيس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حتى الآن، هو أيضا أنطلق من موقفنا أن احنا لسنا أعداء السعودية ولسنا أعداء الشرعية، إن إحنا في صف الشرعية، وأيضا المصالح السعودية إذا كانت في طريقة صحيحة ولا تعترض مع عملنا ونشاطنا وحياتنا، نحن لم نعترض. السعودية جارة وأخوة، لكن الأهداف التي تعملها الآن أهداف احتلالية لا يمكن تفسيرها بأي شيء آخر، احتلال مكتمل الأركان. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عامر كلاشات رئيس اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ودعني أتوقف معك دكتور عادل عند آخر كلمة قالها الأستاذ عامر، بأن ما تقوم به السعودية في المهرة هو احتلال كامل الأركان، هل تجد أن هذا الأمر فعلا منطبق على ما تقوم به السعودية؟ في الحقيقة التواجد العسكري المكثف للمملكة العربية السعودية في هذه المحافظات وانسحابها أيضا مواقع المواجهة مع الحوثي إلى سقطرى، هذا يعكس أهمية أولويات المملكة العربية السعودية في ما يتعلق أيضا بأهدافها في اليمن. المملكة العربية السعودية الآن تنفذ استراتيجية خطيرة في هذا السياق، هي الآن يعني، وهذا أصبح في الحقيقة يعني ليس فقط لدى أبناء المهرة، ولكن يعني كل اليمنيين الآن يعني يتكلمون عن هذه الأطماع السعودية ويتهموها في الاحتلال بممارسة السعودية والإمارات في المناطق المحررة، ولهذا هي يعني تتخادم مع الإمارات في إنشاء ميليشيات في الساحل الجنوبية، وتبجح الآن الإمارات بقولها بأنهم بلغوا 200,000، وأيضا أنها تستهدف أيضا فصيل في الشرعية، بأن المعركة الآن مكشوفة مع الشرعية، وتدعم يعني هذه الميليشيات والكتائب الأمنية لأيضا تمرير هذه الأجندات الخبيثة في الساحل المحرر، التي لا علاقة لها بالمعركة الأم التي جاءوا من أجلها والصراع مع الحوثي، بل العكس يتخادمون مع الحوثي وسلموا له مناطق مهمة في النهم وغيرها من الجوف، أيضا للنيل من الجيش الوطني ومن معسكر الشرعية، ويتسنى لهم أيضا تمرير وابتلاع واقتضام هذه المحافظات، بمعنى أن المملكة العربية السعودية تلعب دور يعني
قدر في تعاملها مع الشرعية، هي تستغل وتستثمر يعني هذه الأزمات الموجودة أيضا ل يعني احتلال هذه المحافظة. لدى محمد بن سلمان يعني أحلام في السيطرة على هذه المحافظة الكبيرة في المتاخمة أيضا للمملكة العربية السعودية، كما سيطر على جيزان ونجران وعسير، ويرى بأن هذا الأمر يعني ممكن ومتاح الآن في ظل غياب السلطة في هذه المحافظات وفي ظل هشاشة الوضع الشرعي في المحافظات، وأيضا وجود أجندة داعمة لهم داعمة لها في هذه المحافظات، وبالتالي تسير على قدم وساق في هذا السياق، وتستثمر أيضا الانقلاب الحوثي في الضغط أيضا الحكومة الشرعية لأيضا بعثرت جهودها في هذه المحافظات المحررة. نعم، إذن أستاذ دكتور عادل، يعني المعتصمين قالوا أن مطالبهم لاقت تجاوب من قبل الميسري، ربما هذا يوضح أن هناك انقسام واضح في الشرعية، الميسري والجبواني وبعض المسؤولين هم أقرب إلى يعني محور مسقط مقابل قيادة الشرعية التي تتبع الرياض وتعيش هناك، كيف يؤثر هذا الانقسام على القضية الوطنية؟ هذا في الحقيقة يعكس يعني يعكس خيبة أمل فيما يتعلق أيضا بعلاقة المملكة العربية السعودية في الشرعية وبجمهورها في اليمن. الآن المملكة العربية السعودية تشهد تصدع في صف الشرعية، والمفترض أنه كان المملكة العربية السعودية تكسب الشرعية وتكسب أيضا حاضنتها في المحافظات الشمال، وهذا على المستوى الاستراتيجي خسارة كبيرة للمملكة العربية السعودية. الآن بعد 5 سنوات نشهد هذا التصدع في على المستوى الشعبي، هناك صيحات الآن في سقطرة في مهرة في كامل المحافظات المحررة تصرخ يعني بشكل يعني معلن ضد المملكة العربية السعودية وتصم بالاحتلال. وعلى المستوى أيضا الرسمي هناك انقسام كبير جدا، لم تعد لدى المملكة العربية السعودية قدرة أيضا على السيطرة على القرار السياسي ولا السيطرة أيضا على الشرعية. هناك أيضا نبرة تحدي من وزراء للمملكة العربية السعودية، وأيضا يعني تصريحات ساخنة أيضا تتهم المملكة العربية السعودية بهذه الاختلالات الموجودة في المحافظات، وتدعم بقوة هذه الأصوات وهذه الانتفاضة الموجودة في محافظة المهرة ضد المملكة العربية السعودية والتي تصفها باحتلال، وتنسق أيضا مع قوى إقليمية أيضا في هذا السياق، وهذا قلنا يعني خسارة كبيرة للمملكة العربية السعودية. وأعتقد أيضا إذا ربطنا هذا أيضا بالخسائر الموجودة أيضا في الشمال، فإن المملكة العربية ستغرق في الفشل فيما يتعلق أيضا بإدارة الحرب في اليمن. نعم، إذن دكتور اسمح لنا أن نضم معنا سيد سميح نصيب عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا عبر الهاتف من المهرة. مساء الخير أستاذ سميح. مساء النور، وفي البداية نشكركم على إتاحتنا هذه الفرصة. أهلا بك أستاذ سميح، نود أن تحدثنا حول رأيك حول ما قامت به السعودية من تصعيد في منفذ شحن. كما أسلفنا وقلنا نشكركم على إتاحة لنا هذه الفرصة، ونشكر قناتكم الموقرة وكذلك ضيوفكم الكرام وجمهوركم الكريم، ومن خلال ما نحب أن نضعه ما تعمله المملكة العربية السعودية في منفذ صرفيت في منفذ شحن وكذلك منفذ صرفيت بالتواجد الغير مبرر، ومنها تضييق على حركة التجارة البينية بين اليمن وسلطنة عمان، وكذلك التضييق على التجار في معاشهم وفي تجارتهم، وكذلك على اليمنيين عامة ما تقوم به المملكة العربية السعودية، فكل ذلك يعتبر مرفوض خرق السيادة وكذلك خرق القوانين اليمنية دون أي مبرر. نعم، إذن هل هناك مخاطر من ارتفاع وتيرة العنف جراء هذا التكثيف العسكري للقوات السعودية التي قامت به في محافظة المهرة؟ نعم، هذا في مخاطر مستقبلا، في مخاطر على السيادة الوطنية، في مخاطر حتى لجر إلى العنف، إلى مربع العنف. الآن نحن نرى أن المحافظة أصبحت شبه مستباحة للقوات السعودية للتواجد السعودي الغير مبرر في محافظة المهرة، فهذا قد يجر المحافظة إلى مربع ما لا يحمد عقباه. ونحن ننظر إلى الشرعية وإلى سكوت هذا الشرعية المريب، كذلك سكوت السلطات في محافظة المهرة أصبحت سلطات مشلولة،
أصبحت السلطات لا تعمل، أصبحت هذه السلطة في هرمها بالمحافظة وغيره، فالمحافظ معتكف في حوض في بيته ولا يعمل، والسلطة في الغيظة مشلولة، ونحن يعني نستنكر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بسكوته، إن هي هيئة إدارية منتخبة من الشعب، الأصل إنه يمثل الشعب خير تمثيل، ولكنهم قدروا بهذا الشعب بأصوات الشعب، وقدروا بتمثيل الشعب، وقدروا حتى على مستوى الوكلاء. لا يعني سكوت مريب جدا لخروقات السعودية ولما تقوم به القوات السعودية ولما يبلي عليهم الضابط السعودي من مطار الغيظة. نعم. إذا كيف تقيم موقف الرئيس هادي وقيادة الشرعية من تواجد السعودية في المهرة وهي أبعد ما تكون عن نقاط التماس مع الحوثيين؟ نعم نعم، نحن المحافظة المهرة محافظة بعيدة، محافظة آمنة مستقرة، ولكن بمجيء هذه القوات بمجزراتها وحدها وحديدها إلى محافظة المهرة هي بعيدة. الأصل أن هذه القوات تنقل إلى مناطق التماس، إلى مناطق التي فيها الحرب. فننظر إلى موقف الرئاسة، موقف هيئة الرئاسة، موقف سلبي بصراحة. نحن أننا نستنكر هذا الموقف الشديد السلبي. الأصل أنهم يقفوا مع أبناء محافظة المهرة. محافظة المهرة هي المحافظة السباقة التي وقفت ضد هذا التواجد، التي وقفت ضد طمس الهوية، التي وقفت ضد السيادة الوطنية. فالأصل أن الرئاسة وكذلك الحكومة أن تقف موقف جاد وموقف مشرف تجاه محافظة المهرة وتجاه أبناء محافظة المهرة وتجاه قبائل محافظة المهرة. نعم، إذا البعض يتساءل أستاذ سميح، لماذا لم يحضر هذه القوات العسكرية كدعم عسكري في مناطق التماس نهم وسرواح والبيضاء؟ لما يذهب إلى المهرة تحديدا؟ والله هذا الذي نحن محيرنا، يعني هذا الذي لم نجد له أي تفسير. في الوقت الذي يجب أن تذهب هذه القوات إلى مناطق التماس، إلى قرب اليمن، إلى شمال اليمن، قرب اليمن، فجأة ذهبت إلى شرق اليمن، وهذا اللي نحن لم نجد له أي تفسير. هذه عسكرة السواحل، وكذلك يحاولوا عسكرة الصحراء وتضييق على معايش الناس في سواء كان في البحر، الصيادين في الشواطئ، او كان كذلك في مناطق الراعي وشريط الصحراوي للمناطق الصحراويه. فهذا لا. التواجد الغير مبرر، يعني تواجد فاضح، تواجد غير مبرر لهذه القوات. الاصل انها تذهب الى الحد الجنوبي، تدافع عن الحد الجنوبي، ولا تاتي الى محافظه المهرة، المحافظه المسالمه، المحافظه التي هي التي واقفه مع الشرعيه. ولم تكن محافظه المهرة يوم من الايام مصدر قلق او مصدر للقلق او للتهريب او لغيره من الاشياء التي هي في مخيلتهم فقط. نعم، اذا شكرا جزيلا لك سميح نصيب، عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. اعود اليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني فعلا يعني هناك علامة استفهام كبيرة، لما تذهب القوات السعودية إلى المهرة البعيدة تماما عن أي مواجهات ولا تكثف تواجدها في مناطق التماس؟ هناك لدينا نهم والجميع شاهد ما حدث، صرواح البيضاء في الحد الجنوبي الذي تستخدم فيه اليمنيين، برأيك لماذا؟ المملكة العربية السعودية جمدت في الحقيقة كل المعارك في الشمال، وزادت على ذلك أن أيضا دخلت في هدنة مع الحوثيين في الوقت الذي يصعد فيه الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، تدعو المملكة العربية السعودية إلى الحوار، وهذا يعني موقف صادم. الأمر الآخر، يعني مهدت ووفرت كل الفرص للانقضاض على نهم والجوف، ورأينا كيف اختفى الطيران السعودي وكيف ايضا انسحبت البتريوت. كان هناك يعني غدر يعني
خبيث بالشرعية، والهدف هو إضعاف الشرعية، إضعاف معسكر الشرعية، إضعاف الجيش الوطني الذي استطاع أن يكسر ميليشيات الإمارات والانتقالي في شبوة، ويكسر أيضا هذه المخططات الرامية إلى تقسيم الجنوب وتقاسم النفوذ فيه. وبالتالي لجأوا إلى الحوثي أيضا الإجهاز على الشرعية بعد الحصار والتضييق المستمر خلال سنوات الحرب على الشرعية وجيشها ومعسكرها في الداخل اليمني. وهذا يفسر تماما هذا الانتقال بالثقل العسكري للمملكة العربية السعودية إلى يعني مناطق اهتمامها في المحافظات الشرقية. وأيضا الإمارات في سقطرة، سقطرة أيضا ليس فيها حوثيين وليس فيها يعني ممرات لتهريب السلاح، يعني هذا المنطق مستفز جدا لليمنيين. كيف الدافع وراء هذه المظاهرات؟ كيف تفهم سياسة السعودية في هذه الحرب؟ كيف تفهم سياسة السعودية في هذه الحرب؟ المملكة العربية السعودية والإمارات يعني تتفق في مسألة يعني العداء للمعسكر الشرعية، الوقوف ضد أيضا ثورة فبراير، ضد المشروع الوطني اليمني، وهذا الخط ثابت منذ أن بدأت المعركة إلى اليوم، لم يتم أي انفراجة في ما يتعلق أيضا بمعسكر الشرعية في هذا السياق. يعني الحصار مستمر في الوقت الذي تسمح فيه بفتح مطار صنعاء، الآن تصعد في مطار في منفذ وميناء المهرة، فيعني وتقول بأن هناك بواعث إنسانية بينما هي تتعامل بهذه القسوة في المحافظات المحررة، المفترض كان أن تفتحها لحاضنتها الشعبية وحاضنتها الشرعية بهذه المحافظات. وهذا يفسر هذا التناقض في الموقف السعودي ويكشف الأطماع في العقل للمملكة العربية السعودية والإمارات. الآن لا أحد يستطيع أن يجادل في هذه الأطماع، أصبحت حقيقة ماثلة. الآن هناك قوة ضاربة للمملكة العربية السعودية في المهرة لا مبرر لها على الإطلاق، لأن لا توجد معارك هناك ولا إرهاب ولا بينما تنسحب قلنا تماما من المواقع المواجهة مع الحوثي في الوقت الذي صعد في الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. اليوم بالأمس أسقط طائرة للمملكة العربية السعودية، وقبلها في ما مضى كان أيضا يمطرها بشكل مستمر ويسوق والطائرات المسيرة والصواريخ للعمق السعودية. قوة الحوثي تتنامى بشكل كبير في وهذا أيضا قلنا بالتخادم مع هذا الدور الخبيث للسياسات الهادفة أيضا لتقوية الحوثي لابتزاز الشرعية. الجانب الآخر على الصعيد تشرع أيضا لانقلاب آخر في المحافظات الجنوبية وتعزز أيضا من نفوذه في هذه المحافظة أيضا لذات الهدف وهو الانقضاض على معسكر الشرعية، بمعنى أن التحالف الآن واضح في سياسته، أصبحت بعد 5 سنين مكشوفة تماما وتقرأ كالكتاب المفتوح لكل اليمنيين بأن التحالف ليس صادقا فيما ادعى من إسقاط الانقلاب الحوثي، ليس صادقا في الأهداف المعلنة له في دعم الشرعية واستعادة الدولة، بينما الحقيقة الماثلة الآن للجميع بأن التحالف له أجندات مخالفة تماما لهذه الأهداف. هذه الأجندات تتعلق أيضا بتقاسم النفوذ مع الإمارات في المناطق الشرقية والجنوبية ودعم أيضا ميليشيات تسهل هذه المهمة في المناطق المحرمة. برأيك دكتور كيف يعني تماهت العلاقة الدولية بين اليمن والسعودية كعلاقة يفترض أن تكون بين دولتين، ذابت وتماهت وأصبحت السعودية يعني تتحكم باليمن بشكل كامل كجزء منها، ولكن للأسف جزء منبوذ يتم التعامل معه، كيف يمكن أستفيد منه ولا أجعله يستفيد؟ ما هي النقاط التي أوصلت الوضع إلى هذه المرحلة؟ في الحقيقة المملكة العربية السعودية لا تحترم هذا البعد العلاقات مع الحكومة الشرعية في اليمن، بل العكس تهينها بشكل مستمر. استغلت الاستنجاد الشرعية بها وبدأت تطل هذه تظهر وتكشف هذه الأهداف المتعلقة أيضا بانحراف الأهداف. والمملكة العربية السعودية الآن تتعامل كوصي، تتعامل كمحتل. الآن صادرت القرار السيادي للحكومة الشرعية بالكامل في كل ما يتعلق بالداخل والخارج. الآن المملكة الشرعية مغيبة تماما عن الفعل ومغيبة أيضا عن الاتصال في العالم الخارجي. المملكة العربية السعودية يعني أطبقت على الشرعية في المعتقل في الأسر في الرياض، وبدأت أيضا هي التي تمارس مهامها في الداخل والخارج.
وهذا ما استفز في الحقيقة الشارع اليمني في الآن في هذه المحافظة. الانتفاضة وراء هذا الانكشاف الخطير، وراء هذا التغييب لبعد الشرعية، وراء هذا التعامل الفج من قبل المملكة العربية السعودية في يعني نشر القوات، في أيضا تعطيل القرار السيادي للشرعية والتحرك بحرية كاملة بعيدا عن وخارج أيضا إرادة الشرعية. هذا أثار قلق كثير، قلق اليمنيين في سقطرة، في المهرة، في المحافظات أيضا المحررة بالكامل. ولهذا أيضا الشرعية أيضا تحركت فيما يتعلق أيضا بالوقوف لهذه الأجندات المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات، إبان أيضا يعني معركة الانقلاب والتقدم باتجاه شبوة، بالتالي وقفت هذا الزحف وكسرته أيضا وتقدمت إلى عدن لولا تدخل الإمارة. بمعنى الشرعية تتحرك أيضا يعني بما هو متاح أيضا للوقوف لهذه الأطماع عبر أبعاد مختلفة. وأعتقد أيضا أنه هذه المواقف المتعلقة أيضا بموقف وزير الداخلية ووزير النقل هي أيضا من ضمن تبادل الأدوار داخل الشرعية. المملكة العربية السعودية لم تعد قادرة أيضا على السيطرة على الشرعية سيطرة كاملة كما كانت في السابق، وهذا يبين مدى الخلل والخور في قبضة المملكة العربية السعودية على الشرعية. وأنا أعتقد في المستقبل القريب ستزداد هذه الانشقاقات وسيرتفع أيضا صوت الشرعية ضد أيضا هذه الممارسات الفجة للمملكة العربية السعودية، خاصة إذا ربطناه أيضا بالفشل الكبير فيما يتعلق أيضا بالمعركة الفاصلة مع الحركة الحوثية والتواطؤ معه في ضرب الشرعية. إذا اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث عبر الهاتف من اسكتلندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير. أهلا بك دكتور. كيف تقرأ ما تقوم به السعودية من تحركات أخيرة من إعاقة الحركة التجارية في منفذ شاحن وتصعيد الموقف بتكثيف القوات السعودية في المهرة؟ أتابع منذ فترة تواجد السعودية في المهرة عبر قواتها هناك. هو جزء أعتقد أنه جزء من التيه السعودي في اليمن. أتابع الصحافة الدولية، المحللين السياسيين الدوليين مراقبون الأداء السعودي منذ فترة، وتبين لهم أن السعودية تائهة جدا في اليمن. بدأت الحرب في 2015 وحتى الآن لم تنجز شيء منه، تاهت هناك. الآن تنشر قوات في المهرة في شكل عنجهي، هناك مستغلة الطرف الضعيف اللي هو الشرعية بقيادة الرئيس هادي الذي آثر أن يبقى هناك لسنوات دون تحقيق أهداف لعودته إلى صنعاء. فأنا كيمني بداية ألوم الشرعية اليمنية التي خولت السعودية والتي مكنت السعودية من العبث في اليمن لهذه الدرجة. للأسف الشديد الأشقاء في السعودية لا يستمعون النصائح، وقدر الإمكان أن نوصل لهم رسائل بأن يعيدوا كل ترتيب أمورهم في الشأن اليمني، يعيدوا حسابات حقيقية صحيحة التدخل السعودي في اليمن، لأنه بشكل واضح خرج التدخل السعودي في اليمن من أهدافه التي أعلنت في 2015، وتبين أن السعودية والإمارات يتقاسمان الأدوار في اليمن للعبث هنا وهناك على حساب السيادة اليمنية، وترك الحوثي يتمدد أكثر في المناطق الشمالية. هناك أصبحت الأمور واضحة أن هناك تسليم واضح للشمال للحوثيين مقابل الانفراد بالكثافة السكانية الأقل في الجنوب للجهاز على المهرة، على سقطرة، على المناطق هذه. وهذا ما فعله حقيقة الاستعمار البريطاني في القرن 19. للأسف الشديد الأخوة السعوديين لا يستمعون للنصائح، لأنهم بهكذا يقاذفون على أو يذهبون لعداء الشعب اليمني بالمجمل. نتحدث عن عداء 32 مليون يمني. السعودية لن تتحمل، السعودية للأسف الشديد لن تتحمل، السعودية ولن يتحمل اليمنيون هذا العبث. هذا يضر السعودية ويضر اليمن في آن واحد. نعم. إذا دكتور يعني اعتصام المهرة يرفض هذا التواجد ويسميه بالاحتلال مكتمل الأركان، والسعودية في كل مرة تقوم بتصعيد موقفها، برأيك يعني إلى أين يمكن أن تصل الأمور وما مخاطر ما يمكن أن يحدث من التصادم؟ أعتقد
أعتقد أن السعودية لن تتمكن أن تفعل أكثر ما تفعله الآن. ماذا ستفعل؟ المجتمع المهني هناك والمجتمع اليمني متماسك تماما. السعودية تحاول كما علمت أنها تحاول تمرير أنابيب نفط، لكن بطريقة فجة وكأنها تريد أن تمرر هذه الأنابيب فوق رؤوس اليمنيين. الدول المحترمة أو التي لديها برلمانات يجب أن تلجأ لطرق حقيقية، طرق صحيحة في التعامل مع البلدان الأخرى. أنابيب النفط ممددة بين دول كثيرة وبأسلوب صحيح. كانت على المملكة السعودية، نحن نرحب بإمداد التعاون المشترك والشراكة الاقتصادية مع السعودية عبر أنابيب النفط وما إلى ذلك، ولكن بالأسلوب الصحيح. لكن أن تستغل أن الشرعية هناك بهذه الركة وهذا الضعف، فتحاول الاستكبار على المجتمع السقطري هناك في سقطرى، ونحن نتضامن مع أهلنا في المهرة. فهذه حقيقة تظهر السعودية وسمعة السعودية للأسف الشديد. السعودية هل ما زالت السعودية تعني بهذه السمعة دكتور؟ يعني هل كل ما يحدث من حديث عن ما تقوم به في المهرة وكيفية تدير الحرب في اليمن يعنيها بشكل أو بآخر؟ أعتقد أنه يعنيها، ولكن للأسف الشديد كما قلت سابقا في مقابلات سابقة، فقدان المملكة العربية السعودية لعقول سياسية بحجم سعود الفيصل، بحجم الأمير نايف والأمير سلطان في آن واحد، أنبت أو جعل هناك خوا سياسي. أنا أرى السعودية تتخبط في مجالات عدة، ليس فقط في المجال اليمني، في المجال الداخلي، في المجال الخارجي، الإقليمي، العالمي. للأسف الشديد كما قلت، السعودية تحتاج لإعادة النظر فيما تقوم به في اليمن بشكل عميق، بشكل مدروس، بدون أي غرور. هذا كثرة الأموال التي موجودة الظاهر في الخليج جعلتهم لا يعملون العقل مرة. يعني هنا للأسف الشديد، وبالتالي تنعكس على عداوة بين الشعبين السعودي والشعب اليمني في المستقبل، وهذا لا نريده ولا نحبه. وما الذي تحتاجه الشرعية إذن؟ الشرعية كما قلت، الشرعية ذهبت للسعودية من أجل أن تعود عبر السعودية لليمن. هذا الطريق كان واضح أنه مغلق من السنة الأولى. السعودية عجزت أن تحقق أي مكاسب في ذلك الاتجاه، والآن تقوم بمحاولة الحوثي هنا وهناك وتتسول رضا الحوثي بالقبول. على فكرة أنا لدي معلومات في غاية الخطورة أن السعودية الآن ممكن أن تضحي بالشرعية بأي وقت. هي تريد فقط لولا أن لحد الآن يعني المباحرة ممكن أن تتم في أي لحظة، ويمكن بيع الشرعية بثمن طاح مقابل ضمان الحوثيين للأمن السعودي بالحدود، وانتهى الموضوع. هناك حاجة ملحة للرئيس هاري والشرعية أن ينظروا لبدائل حقيقية لما يجري على الأرض. التعويل على السعودية والإمارات والذهاب إلى نهاية النفق، هذا حقيقة نوع من الحماقة السياسية ونوع الإهمال للشعب اليمني ونوع من الخيانة حتى الوطنية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا. إذن لو تحدثنا عن وجود الحكومة الشرعية من هذا التصعيد الخطير دكتور، أين رئيس الوزراء؟ أين وزير النقل؟ أين يعني الرئيس هادي مما يحدث للبلد؟ وربما هذا السؤال نسأله مرارا وتكرارا. طبعا الموقف الشرعي هو موقف ضعيف، لا أحد يتصور أو يتوقع بأنها ستقابل المملكة العربية السعودية، هذا واضح. القيادات الشرعية في المملكة العربية السعودية ويعني مرت محطات كثيرة جدا، منها الانقلاب، منها يعني منع هادي أيضا من النزول في عدن وغيرها من المحطات الكثيرة، لم تتصرف يعني إزاء ما حصل، ولم يكن لها موقف واضح جراء هذه الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الوطن. فلهذا أنا لا أتوقع بأن الشرعية ستقدم على عمل صدامي مع المملكة العربية السعودية، لكن تتحرك أيضا وفق المتاح. يعني ما هو المتاح؟ يعني مثلا الجيش الوطني الآن حينما كسر هذه الميليشيات في معركة شبوة، كان هذا تعرض جريء للمملكة العربية السعودية لوقف هذه الميليشيات. الموقف الآخر أيضا رفع شكوى ضد الإمارات في سقطرى، أفشل هذه المحاولة، وأجبر الإمارات أيضا على الاعتراف بهذا الموقف، بالاعتذار قصدي للحكومة الشرعية.
ايضا في ما يتعلق ايضا بالمواقف من الامارات، كان هناك رده فعل قويه للشرعيه، فيما يتعلق من الموقف من السعوديه اعتقد تتحرك بشكل يعني بعيد عن المواجهه، الوزير الميسري والوزير ايضا اعتقد هذا ايضا بضوء اخضر من الرئيس هادي، وهذا ايضا يثير متاعب كثيره للمملكه العربيه السعوديه في سياق ايضا البحث عن خيارات سواء مع عمان او تركيا او زيارات هنا وهناك، هذا يثير ايضا يعني قلق للمملكه العربيه السعوديه، خاصه ان المملكه العربيه السعودية منكشفة تماما ولم تعد يعني ولم يعد احد داخل اليمن يثق ايضا بتحقيق اداء استعادة الدولة، وايضا الفشل الكبير قلنا فيما يتعلق ايضا بلجم هذا التطور الكبير في التقنيات التي يمتلكها العسكري والذي اصبح يهينها بشكل مستمر فيما يتعلق باسقاط طائراتها او ايضا في استهداف عمقها الامني، المملكة العربية السعودية اصبحت هي يعني تتعرض لهجوم شرس من قبل الحوثي، فكيف بها ان تنصر الشرعية؟ وبالتالي هذه تطرح يعني الشرعية أمام حرك كبير والبحث عن خيارات أخرى لإنقاذ موقفها واستعادة دولتها، إما أيضا بتوحيد الصف وتقوية الجيش الوطني ومقارعة الانقلاب شمالا وجنوبا، أو البحث عن بدائل أيضا في ما يتعلق أيضا بالقوى الإقليمية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.